حالة من الصدمة والخوف انطبعت على محيى أبو عوض بعد اقتحام منزله من قبل مسلحين في النجف. يقول أبو عوض إن المهاجمين ادعوا انتماءهم إلى أحد الأجهزة الأمنية بحجة تفتيش المنزل قبل سرقة مبالغ مالية تقدر بأكثر من 66 مليون دينار كان قد استلمها كتعويض عن ابنه الشهيد. 12 وثلث تمت مداهمة بيتي القوة، عندهم سيارة للدولة وعندهم أسلحة مع الدولة، أسلحة مشد شعر وأجهزة، ثلاث أجهزة وما لابسين يعني وجوههم مكشوفة، إلا اثنين منهم لابسين كمامات. فدخلوا علينا للبيت، أنا بغرفة النوم نقول بدرت لهم خير ان شاء الله، قالوا احنا مكافحه المخدرات. ومن جوانا يلا ومضبنا الفلوس بقمصله، لابس قمصله جديد مضبنا لي واحد منهم. ايش قد اخذ فلوس؟ 66 مليون فروقات شهيد لبي. المسلحون وبعد سرقه المبالغ الماليه اقتادوا عوض بسيارتين، احداهما تحمل لوحات حكوميه كما يروي عوض الذي اكد تعرضه الى التعذيب والضرب قبل رميه في احدى مقابر النجف البعيده. طلع الولد شايل الفلوس وقام صلته عاطل منها هاتش ويركض، شدوا عيوني واخذوا منها بالباب واخذوني بسياره، اخذوني المكان تحقيق اكثر من ساعه وتعذيب، فلقه عقرب أو يسمونه عقرب، كهرباء، خنق، فما خلوا شيء ما سوى. أنا ما عدي شيء من كمله وشمروني على الحول. قيادة شرطة النجف لم تصرح لنا حول الحادث وقالت بأن التحقيقات ما زالت جارية في وقت شهدت فيه النجف جرائم أخرى مشابهة من هذا النوع وأخرى تنوعت ما بين القتل والسرقة والتسليب والاختطاف. خوف، قلق، شعور بعدم الأمان يصف العم أبو عوض ما يمر به الآن، فحاله لا يختلف كثيرا عن حال النجفيين الذين يؤكدون إن الوضع الأمني بات هشا يحتاج إلى إعادة تقييم ونظر في محافظتهم. من النجف محمد رزاق، التغيير.